أم ريكان، تفضل يا أم ريكان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا والدتي رأت رؤية إن هي حاطة حنة على شعرها، أنا وخواتي وهي كلنا متحنين، وبعدين هي غسلت شعرها، ولما غسلتها عجبها لون شعرها، صار أحمر حيل وطويل. أصفر؟ أحمر أحمر أحمر. أي نعم. طيب، كم أخت وكم بنت عندكم أم الزوجة من العائلة؟ عندي 3 أخوات أم الزوجين. 3؟ ها؟ أي نعم. طيب، خير إن شاء الله. شكرا. حياك الله. طبعا هذه الرؤية من قسم الرؤية المبشرة بالخير. وضع الحنة على رأس الأم وبناتها فيدل على السعادة بشكل عام في الحياة الزوجية، والبنات الثلاث لعل الله سبحانه وتعالى يسر لهن خطوبة وزواج، والمتزوجات لعل الله سبحانه وتعالى يسر لهن يعني شيء من الحمل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. رأى أن الوالد مبتسم ومركب أسنان. طبعا رؤية الأب في المنام إن كان شكله يعني جميل ولبسه جميل فيدل على بر صاحب الرؤيا بوالده. طيب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. أما الابتسامة تدل على الإحسان، وتدل على يعني الصدقات، كما قال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وأيضا الأسنان إذا تركبت في المنام وكانت جميلة يدل على ترابط الأسرة والعائلة، العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. طيب، هذه بنت عمرها 19 سنة، رأت كأنها في مكان عرس وانتظرت المعرس لم يأتي الزوج. يعني نقول هذه بشارة خير، قد تكون يعني في مناسبة خطوبة طيب وزواج، كما قال الله سبحانه وتعالى: جعلنا لهم أزواجا وذرية. لكن إذا ما تقدم الزوج وما كان متواجد في العرس، الحذر، الحذر من شر العين، الحذر من شر السحر، الحذر من الخلافات قد تكون بين العائلة، الله أعلم. لكن أنا أوصيها بالاستخارة قبل أن توافق، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. هذه امرأة مطلقة رأت في المنام كأنها تلبس حذائين وكل فردة تختلف عن الثانية. يعني هذه الرؤية إن شاء الله من قسم الرؤية المبشرة بالخير. الحذاء تكلمنا عنه قبل قليل، قلنا يدل للمرأة الغير متزوجة بزوج، لكن هذه فردة لون وهذه فردة أيضا لون، لعل هذا الطليق القديم وهذا الزوج الجديد، ولعل الله سبحانه وتعالى يتمم الموضوع، والعلم عند الله. نعم نعم. نعم، هذه أرملة رأت بنت زوجها نائمة على سريرها وشعرها منثور أو مفلول. طبعا النوم على السرير يدل دلالة واضحة على أحيانا على التعب النفسي والبدني. طيب، وإذا كان على هذا السرير شيء من الديباج وشيء من الغطاء وشيء من اللحاف يدل على زواج لهذه البنت، كما قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لكن شعرها مفلول، إن كان الشعر ناعم وأسود فما يضر، هذا سعادة واستقرار في الحياة الزوجية وهي تسمع أخبارها. إن كان شعرها مفلول وفيه شيء من العكرشة وغير ذلك ومنفوش يدل على الهم والغم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أم عبد الله. عبد الله، السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله، تفضل. حلمت يا شيخ اني اثنين يشبهون ابوي وواحد ابوي، اثنين هذيلا واحد دب واحد سوق سيارة، وش اسمه ابوي كان واقف على شو اسمه الجام هذا اليمين زين، وربطوا يدينه ويردون قاري ويدوسون بنزين وهو يطير فوق ويرد 3 مرات زين، وش اسمه
اخر شيء رحت عند امي قلت لها اي هو بوي، انا ما اعرف يشبهون شكل يعني زين ما عرفت، كان يقول شو اسمه هذا ابوك ولا طلع هذا مو ابوي ليش بها زين، وش اسمه شو اسمه وهذاك اللي يرد قري شو اسمه بس بطنه ما يقدر يمشي ما يعني مدعوم. طيب خير ان شاء الله. طيب. ابوك عندك قاعد؟ ابوي لا اي نايم ابوي. ايه طيب خير ان شاء الله، تسمع الاجابه ان شاء الله. طبعا هذه الرؤيه من قسم الرؤى التحذيرية، أهم في الرؤية الربط، الربط في المنام قد يدل على نوع من المتاعب، وأيضا طيران ويحاولون أن يؤذون هذا الأب، يعني قد تكون هذه ديون، قد تكون هذه خلافات، والذي يعني أنصح حقيقة الوالد أن ينظر في أموره الخاصة والعامة، إن كان في مشاكل وفي اضطرابات وفي ناس يعني مسببين له بعض المشاكل من ناحية الديون وغيره، فيقضي دينه ويسكر هذه الأبواب على نفسه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم 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 نعم. هذا الظاهر أن الرجل أن ركب هو أخيه وأخوانه في السيارة وانقلبت فيهم السيارة. طبعا السيارة في المنام حياة الأسرة، فإذا معناتها وقعوا في مشكلة، وهذه المشكلة في الغالب ما تكون مشكلة أسرية، الله أعلم إذا كان في مشاكل في الواقع يعني بسبب خلافات في آراء، بسبب يعني مال معين، فاتقوا شر المشاكل ولا توسعوا دائرة الخلاف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم